ورجعنا لحضراتكم واخبارنا النهارده نبتديها بوزاره التموين. بتقول اعلان وزن وسعر الخبز السياحي بعد انخفاض اسعار الدقيق 35% خلال الايام. وبيقول الخبر ان تم تحديد اسعار او انخفاض في اسعار ما يسمى بالخبز السياحي، وان ده هيكون خلال اليومين اللي جايين، وهنشوف انخفاضات في أسعار الخبز السياحي وتم تسعير. يعني أنا مثلا اللي هو رغيف 90 جرام اللي هو تقريبا قد الرغيف اللي هو بتاع المخابز البلدي كان بتباع ب2 جنيه أعتقد، هيبقى بجنيه. هل ده هيحصل ولا لأ؟ ما أعرفش الحقيقة. أنا كل ما براهن على الرقابة الحكومية بخسر. يعني كل ما أقول لا أنا متأكد أن وزارة التموين والأدوات الرقابية للوزارة هتقوم وهتخلص كل حاجة وبتاع، بخسر في الآخر، بطلع أن أنا مش فاهم حاجة. فالحقيقة أنا كل اللي أعرفه أني لما أشوف بعناية أني رغيف الخبز السياحي رخص، تقول لي طب مع الناس قليلة جدا، الناس اللي بيشتروا الخبز السياحي دول يعني دول الناس اللي معهم فلوس، لكن التانيين بيجيبوا. لا ما هي مش كده خالص، بالعكس، انت مش طول الوقت متاح ليك ان انت تجيب عيش بلدي. انت الناس في اشغالها بتاكل، الناس وهي رايحه وجايه بتاكل، في ناس بتاخد العيش البلدي اصلا ما بيكفيش الاسره، فبتضطر تلجا لجزء من العيش السياحي، وكانوا بيبيعوه قد كده، ما فيش يعني اصغر من قرص الطعميه اللي صغر، وبجنيه وباتنين جنيه وحاجات كده غريبه. فهنتابع مع حضراتكم موضوع الخبز ده، انا بشوف ان هو ملف مهم ونتابعه مع بعض خلال الفتره اللي جايه. الحقيقة امبارح كانت مشاهد تخض، يعني زي ما حضراتكم تابعتوا كده وشفتوا اللي حصل في الإمارات، وده على غير المعتاد ولا هو متوقع ولا دي الأحوال الجوية في الوقت ده من السنة في دبي. عاصفة، برق ورعد، سيول وصلت لحد انها يعني يمكن في الفيديوهات قد ايه هي مغرقه حتى وقافله العربيات، وصلت لارتفاعات كبيره، ويعني كانت حاله صعبه، وصلت حتى ان مطار دبي اتقفل، يعني بقت في صعوبه في حركه المطار او الطيارات، والطيارات اللي المفروض انها كانت توصل لدبي اتعمل لها تحويل لان ما كانش ينفع خالص، في تعطيل في الحركه بتاعه الملاحه الجويه، طبعا تعطيل المصالح والشركات والمدارس وكل حاجه، الاوضاع كانت صعبه جدا جدا امبارح في دبي، وده على غير العاده. يمكن احنا حتى النهارده الصبح واحنا بنتكلم على الفيديوهات واللي اتفرجنا عليه امبارح والحاله دي، وعمالين نقول طب ما ده مش المعتاد، مش ده الجو بتاع الامارات ولا ده الجو بتاعها في السنه، لكن التغير المناخ هو ده المتوقع. انت عمرك ما حسيت هنا في مصر بالشتاء بالشكل ده، يعني هي فين اللي فين الشتاء؟ اماكن ما كنتش تتوقع فيها مطر وسيول يحصل فيها سيول، الحر يفضل طول السنه وبقت فترة شتاء قصيرة جدا، ولما بتيجي مش هي دي. فيعني ربنا يسترها، وإن شاء الله الأزمة دي في الإمارات تعدي بخير من غير خسائر. وطبعا هيئة الكوارث دي نزلت تحذيرات كتير للمواطنين، إزاي تبخوا الحذر، إزاي الشغل يكون عن طريق الإنترنت من البيت أونلاين، لغاية لما، لأن في توقعات إن النهاردة كمان تستمر موضوع السيول والأمطار في الإمارات. طبعا أنا عايز أقول سبحان الله، يعني اللي شفناه امبارح من فيديو من الامارات والبحرين ما بنشوفوش طول عمرنا، والوقت ده من الاوقات الامارات بيبقى الجو حر جدا يعني، ودرجات الحراره في الخليج يعني حضراتكم عارفينها بتبقى عامله ازاي. لما نشوف سيول بالشكل ده، بيقولوا ان السيول دي ما حصلتش من 75 سنه، يعني الجيل اللي موجود دلوقتي ما شافش سيول في الامارات بالشكل ده، بيقول ما حصلتش في المنطقه دي من 75 سنه. ربنا ينجي الامارات والبحرين وينجيهم من الكوارث الطبيعيه. وبقينا نشوف حاجات بتحصل بشكل غريب جدا، ما تنسوش ان احنا من اقل من سنه شفنا ليبيا، وللأسف يعني كان في عدد وفيات كبيرة جدا 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 في ليبيا بسبب الأمطار، والدنيا بقت متغيرة والمناخ بقى متغير بشكل كبير جدا. لكن كمان بيقولوا أن مصر بتعلق على إمكانية تأثرها بالتغيرات الجوية التي عمت بالخليج، وهل ده ممكن يحصل في مصر ولا لا؟ بيشرفنا يكون معانا على الهاتف دكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. الأول يعني السؤال لحضرتك، ما حدث في الإمارات والبحرين
هو ايه السبب بتاعه؟ وهل ده كان متوقع ان هو يحصل؟ ودي يمكن حاجه ما شفناهاش في الخليج من زمن فات، ان يبقى فيه سيول بالشكل ده. ربما الكويت كان فيها سيول اعتقد يمكن من شهر او حاجه كده، بس ما وصلتش لهذه الدرجه. هو طبعا اللي حصل في دولة عمان والإمارات والبحرين كان بسبب منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، كان بيجلب كتل هوائية قادمة من منطقة الخليج العربي برياح جنوبية شرقية محملة بكميات عالية جدا من الرطوبة، مع كبير في درجات الحرارة ما بين سطح الأرض وما بين طبقات الجو العليا. زي ما حضرتك ذكرت ان درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا على وكانت منخفضة جدا في طبقات جو العليا، فده بيعمل حالة من عدم الاستقرار وبتتكون سحب عنيفة جدا بتسمى بالسحب السوبر سيل. السحابة دي بتكون سحابة رعدية قوية جدا بيكون فيها كميات هائلة من بخار المياه، فبتؤدي إلى تساقط كميات هائلة من الأمطار، أيضا بتكون مصحوبة بالبرق والرعد، بتكون مصحوبة بهبات قوية جدا من الرياح، واللي أدت لاقتلاع النخيل. وزي ما احنا شفنا في الفيديوهات ان كان في رياح عاتية بتأثر على المناطق بأدت لاقتلاع النخيل وتطاير لوحات الإعلانية واللوحات المعدنية. طبعا كانت كميات أمطار هائلة غير مسبوقة، يمكن طبقا للبيان اللي صدر من المركز الوطني للأرصاد الإماراتية انها كميات أمطار لم تشهدها منذ 75 عام. أيضا تأثرت عمان بكميات أمطار كانت مهولة وأدت لحالات وفيات وصلت ل 17 حالة وفاة حتى الآن. طبعا كان أدت الأمطار نظرا للطبيعة الجغرافية لهذه الدول، طبعا هي مناطق جبلية، فأدت لجريان السيول وجريان الأودية والفيضانات اللي أدت لطبعا مشاكل في الشوارع والحركة المرورية وأيضا تعطل بعض الرحلات الجوية في مطار دبي. طبعا الحالات كانت متوقعة منذ يوم الجمعة الماضي، لكن هي كانت طبعا عنيفة جدا بشكل كبير. كان في تحذيرات صادرة من المركز الوطني للأرصاد الإماراتية وأيضا المركز الوطني للأرصاد العمانية في هذه الحالة، وكان في تحذير للمواطنين وطبعا لكل الفئات العمرية علشان طبعا يتجنبوا السير في الطرق اللي ممكن يكون فيها كميات أمطار كبيرة. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا يعني التعليق على هذا الخبر، وربنا ينجي طبعا إخواتنا في عمان والبحرين وطبعا الإمارات. ناخد الأرصاد. هي لسه دكتور إيمان معنا ولا؟ يعني لو عرفنا نتواصل معاهم تاني، بس عشان الناس متخوفة من فكرة احنا يعني هيبقى في اي تأثر عندنا هنا باللي حصل في الامارات ولا لا، يعني هل السيول دي هتوصل لنا، الرياح هتوصل لنا؟ لكن هو هيئة الارصاد بتقول ان هيبقى في بس ارتفاع، يعني اللي نويت عنه يبقى في ارتفاع في درجات الحرارة بقيم كبيرة، يعني خمس وست درجات اكتر من اللي احنا هو اليوم النهاردة من اوله درجات الحرارة مرتفعة. هي دكتورة منار غانم كاتبة على فكرة، يعني كانت قالت ان مصر لن تتأثر بالحالة الجوية في دول الخليج في عمان والإمارات والبحرين وشرق المملكة العربية السعودية، وقالت ان الكتل الهوائية المؤثرة مختلفة عن يعني والقربنا بس منهم الناس خايفة، فاحنا بس بنطمنكم، لكن بالعكس احنا بنقول هيبقى في ارتفاعات في درجة الحرارة، يعني برضو اعملوا حسابكم انتوا بكرة هتحسوا بالأجواء صيفية زيادة خمس وست درجات أكتر من النهاردة. خلونا طب نشوف درجات الحرارة كمان معانا على الشاشة دلوقتي. من درجات الحرارة تعالوا نروح للبامية والأسعار. البامية واللي وصلت ل 150 جنيه كيلو في شهر رمضان، يعني كان سعر مستفز الحقيقة يعني. لكن يعني نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة قال إن ده كان بسبب ندرة المعروض ولسه المحصول الجديد اللي هيتم جنيه في منتصف الشهر الجاي، نص شهر خمسة اللي جاي، ده هيخلي فيه وفرة في المعروض مع ارتفاع درجات الحرارة الأجواء المناسبة يعني، فهيبقى عندنا
وفرة في الأسواق هتؤدي إلى انخفاض في سعر البامية. ناس كتير طبعا يعني بتحبهم، بس هي فكرة السعر طول شهر رمضان كانت غالية جدا، حاليا وبعد انتهاء شهر رمضان والعيد هي دلوقتي مثلا 35-40 جنيه، إن زادت يعني بسيط عن كده في السوق، لكن المتوقع ولغاية شهر 5 توصل كمان لغاية 25-30 جنيه الكيلو. الحقيقة هم بس بيطمنوا المواطنين أو بيطمنوا حضراتكم مش بس على فكرة سعر البامي، إن هيبقى في استقرار نسبي في الأسواق في كتير من السلع أو الخضار في السوق، وخصوصا المحاصيل اللي كان فيها قلق الفترة اللي فاتت زي البصل. أنتوا عارفين الأسعار وصلت لغاية فين، فبالنسبة للبصل، الطماطم، الثوم، البطاطس، الحاجات اللي هي كانت فيها أزمة وعدم استقرار في أسعارها، الفترة الجاية إن شاء الله يكون الوضع مستقر. البامية جوعتينا يعني. بتحبها بإيه؟ أنا؟ كل حاجة. يعني طاجن ولا إيه؟ لو طاجن استنى لما نفطر. الاثنين، والاثنين لما نفطر. ماشي. طيب ناخد مع بعض تطورات في أسعار الدولار، وحصل خلال اليومين اللي فاتوا زيادة في أسعار العملات، تقريبا الدولار زاد بمقدار جنيه. انتوا عارفين دلوقتي ان التعويم مرن مش تعويم ثابت، يعني مش الدولار ب47.5 يبقى يفضل ب47، ده الخطأ اللي عدنا نعيش فيه سنين طويلة جدا، لكن دلوقتي بيطلع وينزل على حسب اليوم وعلى حسب العرض والطلب، فده حاجة مميزة جدا جدا، واتمنى ان هي تكمل على طول بدون تدخل بآليات تخليه يثبت عن سعر معين فيحصل فجوة ما بينه وما بين السوق السوداء. المهم ان الدولار زاد تقريبا ما يقرب من جنيه، واسعار بعض العملات او المؤشرات يعني اخر تحديث ليها كان من ساعة فاتت، سعر الدولار 48.5 و يعني شراء، بيع 48.60 قرش، اليورو 51.44 قرش، وشراء وبيع 51.69 قرش، جنيه استرليني 60.22 قرش، برضو ناخد بعض الدينار كويتي 157 جنيه، ريال سعودي 12.90 قرش، درهم إماراتي 13.21 قرش. يعني دي أسعار العملات النهاردة. بصوا، هو طول عمرنا بنعرف ان في مسابقه ملكات الجمال اللي هي بتاعه البني ادمين يعني، لكن الخبر بيتكلم عن مسابقه ملكات جمال الذكاء الاصطناعي، ملكه جمال الذكاء الاصطناعي. انت فاكر صوفيا صح؟ صوفيا. طب انا كنت لسه اقول لك، شو كنا في شرم الشيخ، ادمت صوفيا خلاص، طلعت لا ادمت، رموها في المخزن. طب اروح اخدها. في الاحلى من صوفيا كتير جدا. هو الحقيقه في اعلان وده الجديد يعني عن مسابقه لملكه جمال الذكاء الاصطناعي، هتبقى في حفله لتوزيع الجوائز هتبقى في اخر شهر مايو، طبعا بقى في مواصفات مين الاكثر ابداع ومين الاكثر انتشار ومين الاكثر تحكم في كل المواقع، مين اللي عندها فانز اكتر. يعني مين اللي بيتابعها بقى ملايين المتابعين، يعني ليها مجموعه كده من الشروط. جائزه المسابقه هتبقى 5000 دولار نقدا، وبرنامج خاص لارشاد الابداع بقيمه 3000 دولار. يعني بقى كاتبين بقى شويه تفاصيل عن ايه بقى، حوالين العينين والايدين، المناطق اللي بتواجه بعض مولدات صور الذكاء الاصطناعي صعوبه في حلها، يعني أشطر في الحتة دي هو اللي ممكن يفوز بالجائزة. يعني الموضوع مش شكلا، أنا شوية فهمت ملكة جمال الذكاء الاصطناعي هتبقى شكلا بس، لا طلع الموضوع مش كده، ظلمنا. أمال بياخدوها ليه؟ أنا بقول لك اللي قادر إنه يتحكم أكتر، اللي عنده متابعين أكتر، اللي فيه مشاكل في الذكاء الاصطناعي مثلا في الروبوت في الإيدين والعينين، فاللي قدر إنه يتخطى المشاكل دي هو اللي هيفوز بالجائزة. هنتابع نشوف مين اللي هيفوز. تابع إن شاء الله. فكرة لذيذ. فكرة لذيذ. أوكي. وزيرة التضامن بتتابع تداعيات حريق مول تجاري بمحافظة أسوان. كان حدث حريق في مول تجاري في شارع أبطال التحرير في وسط أسوان، والنيران يعني أدت للأسف يعني لحريق في عدد كبير جدا من المحلات في المول، فوزارة التضامن يعني كانت من الوزارات المتواجدة عشان تعمل يعني زي أبحاث اجتماعية وتحاول بقدر الإمكان مساعدة المتضررين من هذا الحريق. ألف سلامة على كل الناجين من هذا الحريق، ونشكر ربنا ما فيش كلام عن خسائر في الأرواح، كلها خسائر مادية، ربنا يعوضهم إن شاء الله ويبقوا أفضل. يعني
يمكن احنا اتكلمنا اكتر من مره وخصصنا فقرات اتكلمنا فيها عن موضوع انخفاض اسعار السيارات واسباب الانخفاضات، وهل متوقع في الفتره اللي جايه يحصل انخفاض اكتر من كده ولا لا، والناس اللي عايزه تشتري ونوع العربيه اللي انا هشتريها دلوقتي بقى خلاص في اوفر برايس ولا لا. فيمكن الخبر بس بيطمن الناس وبيقول ان حصل انخفاض في اسعار السيارات بيوصل يعني حسب النوع طبعا، يعني انا الخبر بيتكلم عن اسعار نزلت 250,000، لا ده في عربيات وصلت لانخفاضات ل 400,000 و500,000 جنيه حسب نوع العربيه والفئه بتاعتها. فكل ما يحصل انفراجه، كل ما توفر عندك عمله، كل ما في بقى في قطع غيار عشان العربيات اللي بتتجمع هنا محلي، يعني في عوامل كتير جدا، لكن النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي انه لا الحمد لله حصلت انخفاضات كبيره جدا جدا في اسعار السيارات الفتره اللي احنا فيها دي. آخر خبر معنا هو خبر رياضي، بمناسبة أن الخبر رياضي حابب يعني أهني أصدقائنا الزملكاوية وكل زملكاوي بفوزه على النادي الأهلي في المباراة أول أمس 2-1. اللي زعلوا منك عشان ما قلتش، أيوة راضيهم بقى أن أنا ما قلتش، بس صدقوني يعني ما كانش الخبر قدامي فعشان كده يعني أنا ما قلتوش، لكن مبروك لكل الأصدقاء الزملكاوية بفوزهم على النادي الأهلي في الدور الأول من بطولة الدوري، مبروك. وفعلا كان نادي الزمالك هو الأفضل على مدار المباراة، وما كانش فيه أخطاء كبيرة تقول أن الأهلي اتظلم واللي ما عرفش إيه وحصل إيه، لأ النادي الأهلي كان لعب بشكل سيء، كان التشكيل غاية في السوء وكل الأهلاوية عارفين الكلام ده. الناس أول ما شافت التشكيل قالت لك الأهلي هيخسر، فمبروك لكل أصدقائنا في نادي أصدقائنا الزملكاوية، وكمان ببارك لنادي الأهلي لكرة اليد بالأمس برضو امبارح فاز ببطولة على نادي الزمالك، ويوم هنا ويوم هنا ودي حاجة كويسه. التعصب مش حلو، الناس اللي بتاخد الموضوع على اعصابها قوي وتقعد يعني تقول كلام كبير قوي مش حلو. وكمان حابب نطمن برضو يعني الجماهير، الحقيقه كلها لما بيحصل اصابه لاعب او حصل مشكله صحيه بيبقى الحقيقه الكل بيبقى عارف، يبقى عايز يطمن. حصل يعني زي حاله اغماء للاعب المنتخب الوطني والنادي الاهلي محمود كهربا، وبيقولوا ان ده كان اغماء وعلى يعني اثره راح للمستشفى، ويعني بعد الفحوصات الطبيه والاطمئنان على صحته لا يعني ما تمام ما فيهوش اي حاجه وبقى كويس. ومره ثانيه وثالثه مبروك لنادي الزمالك. دي كانت اخبارنا، ويا رب الفقرات النهارده تبقى مفيده لحضراتكم وتعجبكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا واساسي وحيوي في حياتنا، وهو الاب. لكن الأب في الدراما ما بين التأكيد على دور الأب وأهميته وبين التهميش، لأن كتير جدا بنختصر كل حاجة في دور الأم وأهميتها ووجودها في حياة أولادها، لكن الأب فين ودوره إيه وغياب دوره وعدم وجوده إزاي بيأثر بالسلب في التربية أو في حياة أولاده. هنتكلم كمان في موضوع مهم، الخجل اللي ممكن يبقى عائق في طريق ناس كتير جدا انها تتعامل وانها تشتغل وانها تبني مستقبل وحاجات كتير. طب لو انا عندي الخجل ده وبعيني منه ومش عارف اتصرف واعمل، يقول لك انا كده وشخصيتي كده، هل ممكن اتغير واتخلص من الخجل وابقى انسان اجتماعي او شخص اجتماعي؟ بعد الفصل.